السلام عليكم. اليوم نروح للولاية العمدية لنقف على الأشغال تاع المستشفى مكافحة السرطان بولاية مندية، واللي يقع ببلدية وزرة حوالي 9 و10 كيلومترات على مقر الولاية مدينة مندية. إذن ولينا الأشغال راهي في وتيرة متسارعة، حيث أنه لحقنا إلى الطبقات الأخيرة من بنايات تاع المستشفى هذا. إن شاء الله تكون يعني إضافة نوعية للمنظومة الصحية في الجزائر. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.